إلى جولة في الملاعب العالمية، والبداية من جنوب أفريقيا، حيث أعلن نادي بيدغاستا الجنوب أفريقي في مؤتمر صحفي اليوم انضمام المهاجم المصري عمرو جمال رسميا لمدة عام على سبيل الإعارة من النادي الأهلي. ورحب الحساب الرسمي لنادي بيدغاستا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باللاعب قائلا: انضم إلينا المهاجم المصري عمرو جمال على سبيل الإعارة لمدة عام من الأهلي، مرحبا بك في عائلتنا. يذكر أن عمرو جمال سيعود مرة أخرى للقاهرة للانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمباراتي أوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. اختارت صحيفة دايلي إكسبرس البريطانية النجم المصري أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي في التشكيلة المثالية للجولة الثانية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. وقدم حجازي عرضا رائعا في مباراة ويست بروميتش ألبيون وبرنلي التي أقيمت السبت الماضي بملعب تيرف مور، وانتهت بفوز ويست بروميتش بهدف دون رد. وتعد هذه المرة الثانية على التوالي والتي تختار فيها صحيفة دايلي إكسبرس أحمد حجازي في التشكيلة المثالية بمسابقة الدوري الإنجليزي. اختير لاعب المنتخب الوطني والأهلي السابق محمود حسن تريزيجي لاعب قاسم باشا التركي للمرة الثانية على التوالي في التشكيلة المثالية بالدوري التركي. وسجل تريزيجي هدف تعادل فريقه أمام فريق بيشتاش في المباراة التي انتهت بهدفين لكل فريق، ليكون تريزيجي ضمن قائمة الأفضل بالجولة الثانية بالدوري التركي. ويلعب تريزيجي بصفوف قاسم باشا معارا من صفوف أندرلخت البلجيكي منذ الموسم الجاري. أعلن نادي أي سي ميلان الإيطالي اليوم تعاقده مع المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش قادما من نادي فيورنتينا. ويعد كالينيتش هو الصفقة 11 للفريق بعد أن دعم صفوفه بعدد من اللاعبين، حيث يأمل الميلان في الظهور بقوة هذا الموسم والعودة إلى صفوف الكبار بعد غيابه عن دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة. ويعود الميلان في الموسم الحالي للمنافسات الأوروبية، حيث يشارك في الدوري الأوروبي تحت قيادة المدرب فينشينزو مونتالا. خطف المغربي كريم الأحمدي لاعب وسط فينرد الهولندي جائزة الحذاء الذهبي، والتي تقدمها صحيفة دالي تلغراف الهولندية عن أدائه خلال موسم 2017 بعد قيادته لفريقه للتتويج بلقب الدوري الهولندي خلال الموسم الماضي. وسيطر لاعبو فينرد على جوائز الأفضل هذا الموسم، حيث حصل الثنائي إريك بوتوخين على الحذاء الفضي كثاني أفضل لاعب، ويانس تارينترا على الحذاء البرونزي. ويعد الأحمدي ثاني لاعب مغربي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي في هولندا، حيث كان أول لاعب يتوج بتلك الجائزة هو منير الحمداوي موسم 2008-2009 عندما كان يلعب بصفوف أيزد الكمر. قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللجوء إلى خطة جديدة للحصول على خدمات كيليان مبابي من موناكو خلال الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن باريس سان جيرمان عرض على موناكو ضم مبابي على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه بصفة نهائية خلال الصيف المقبل. وأشارت الجريدة إلى إمكانية انضمام اللاعب البرازيلي أيضا لوكاس مورا لموناكو ضمن بنود الصفقة على أن يتم إتمام عملية انتقال مبابي بصورة نهائية الصيف المقبل.
تستعد جماهير ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني لاستقبال نجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو غدا الأربعاء في أرضية الملعب على الرغم من إيقافه من قبل الاتحاد الإسباني. رونالدو سيشارك كأساسي حسب ما هو متوقع في مسابقة كأس البرنابيو الودية ضد فيورنتينا في وقت متأخر من مساء الغد، وذلك كون عقوبة الإيقاف محليا لخمس مباريات تشمل المباريات الودية حسب ما كشفته صحيفة آس الإسبانية. ومن المفترض ألا يخوض رونالدو أي مباراة في ملعب سانتياغو برنابيو حتى 20 سبتمبر المقبل في مواجهة ريال بيتيس، لكن كأس البرنابيو ستمنحه فرصة للظهور وديا. اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من تجديد عقد صانع ألعاب الفريق فرانشيسكو أسكو خلال الأيام القليلة المقبلة ليضمن بقائه خلال المواسم الأربعة المقبلة. وقالت صحيفة آس الإسبانية أنه من المتوقع أن يتم التوقيع الرسمي على عقود التجديد غدا الأربعاء عقب الانتهاء من بطولة سانتياغو برنابيو الودية. ويعد إسكو أحد أبرز نجوم النادي الملكي والذين يعتمد عليهم المدرب زين الدين زيدان بصفة أساسية. يرغب مدرب فريق ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان في دعم صفوفه بلاعبين خلال الانتقالات الصيفية الجارية والتي ستنتهي في 31 أغسطس الحالي. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن زيدان سعيد بمجموعة اللاعبين والتي يمتلكها، ولكن الحديث سيكون عن القادمين للفريق وليس الراحلين، وأنه بحاجة لمدافع ومهاجم قبل يوم 31 أغسطس الجاري. أضافت أيضا أن زيزو يتوقع عدم ثبات مستوى فاران وخيسوس فايخو بسبب الإصابات، وأن عليه تدعيم هذا المركز بلاعب إضافي على الرغم من قدرة كاسيميرو وماركوس يورانتي على شغل هذا المركز. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار. عبد الله سعيد مطلوب في الهلال السعودي. ومن الوفد سعد سمير، أحمد حجازي مشرفنا، وعاشور أسطورة ورمز. ومن المصري اليوم، مجلس الأهلي يجهز لاستقبال 15,000 عضو في اليوم الأول للعمومية. أما من الوطن سبورت، فالأهلي يؤجل التجديد لصبري رحيل. ومن الشروق، بيدفست يقدم عمرو جمال رسميا. من البوابة نيوز، الأهلي يرسل القائمة المحلية الأولية اليوم. ومن فيتو، إكرام يصل القاهرة وينتظم في معسكر المنتخب. من يلا كورة، ندفد جمهور الأهلي لم يعامل لي مثل رمضان صبحي أو تريزيجي. ومن دوت مصر، البدري يدرس الإبقاء على أنطوي بعد رحيل عمرو جمال. من الأهلي دوت كوم، البدري يرسم خريطة الأهلي قبل مواجهة الترجي وانطلاق الموسم الجديد. We'll be right back.
قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة في 22 أغسطس من عام 2015، الأهلي يفوز على الترجي التونسي في رادس بهدف دون رد سجله الغاني جون أنتوي بعد مرور 6 دقائق فقط من بداية المباراة. المباراة أقيمت في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات في بطولة الكونفدرالية ليصعد الأهلي إلى نصف النهائي متفوقا بفارق 5 نقاط عن فريق استاد مالي أقرب منافسيه. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة نادي الأهلي، دمتم في أمان الله. مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العناوين. الأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا للموسم الجديد. البدر يرفض رحيل السعيد. والأهلي ينهي استعداداته لاستقبال الأعضاء في الجمعيات العمومية. مجددا والى التفاصيل. انهى النادي الاهلي جميع الترتيبات الخاصه بعقد الجمعيه العموميه يومي الجمعه والسبت المقبلين. ووفر مسؤول القلعه الحمراء اتوبيسات لنقل الاعضاء من الشيخ زايد والجزيره لمقر النادي في مدينه نصر على ان يتحرك كل نصف ساعه اتوبيس، وتوصل الاهلي لاتفاق مع وزاره الداخليه لتوفير رجال المرور لتسهيل حركه السيارات حول النادي والدفاع المدني لتوفير سيارتي إطفاء وسيارة إسعاف. يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غدا الأربعاء لاستئناف الترتيبات بعد الراحة التي حصل عليها الفريق عقب تتويج الفريق بلقب كأس مصر بعد الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف. ومن المقرر أن يبدأ الميران في 6 مساء على ملعب التتش بالجزيرة، ويقوده حسام البدري المدير الفني والجهاز المعاون، ويغيب عن الميران مجموعة الدوليين والمنضمين لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي أوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وهم شريف إكرامي، سعد السمير، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي، وحسام عاشور، وأحمد الشيخ، وصلاح جمعة، وعبد الله السعيد. يعود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من ألمانيا مساء الخميس المقبل بعد انتهاء أجازته عقب ختام الموسم الماضي بالتتويج بلقب كأس مصر. ومن المنتظر أن يحضر عبد الحفيظ ميران الفريق يوم الجمعة لوضع اللمسات الأخيرة لمعسكر الفريق، والذي ينطلق يوم 26 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد. ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأولى. جدد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفضه لرحيل أي لاعب عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة، خاصة العناصر المقيدة ضمن القائمة الأفريقية. ورفض البدري رحيل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد التقارير والتي أشارت لوجود رغبة من جانب نادي الهلال السعودي في الظفر بخدمات اللاعب. ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 16 سبتمبر المقبل
باستاد برج العرب بالإسكندرية. أكد كريم نجد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه سيقاتل من أجل تطوير أدائه ورفع مستواه من أجل إثبات جدارته بالدفاع عن شعار النادي الأهلي. وأضاف نجد أنه يتمنى نيل ثقة الجماهير ودعمها له في الفترة المقبلة من أجل تفضيل أقدم الأفضل ما لديه مع الفريق، مؤكدا أن التعرض للضغوط تؤثر على مستوى اللاعب وأن الدعم الجماهيري سيجعل الأمور أسهل بكثير. الأهلي قدم موسم كبير ونجح في التتويج بالثنائية ثنائية الدوري والكاس ويسير على خطى ثابتة نحو التتويج باللقب القاري. التقرير التالي نستعرض فيه موسم الأرقام القياسية للأهلي، متابعة. خرج الأهلي هذا الموسم بالعديد من الأرقام القياسية بعدما توج بالثنائية رقم 14 في تاريخه بعد غياب 10 أعوام، حيث حصد الأهلي بطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي وبفارق 27 بطولة عن الأبيض صاحب ال12 لقبا فقط، كما أن الأحمر فاز بالبطولة أكثر من ضعف ألقاب باقي الأندية المنافسة المجتمعة كالإسماعيلي والزمالك والمقاولون وغزل المحلة والأولمبي والترسانة. كما حقق الأهلي 10 أرقام قياسية في رحلة تتويجه باللقب، أولها حصوله على 76 نقطة من 30 مباراة، كما سجل 53 هدفا ودخل مرماه 9 أهداف فقط، وفاز الأحمر في 23 مباراة وتعادل في 7 ولم يخسر في أي مباراة، واحتسب له 6 ضربات جزاء هذا الموسم حتى الآن، وحقق الفوز برباعية 4 مرات في هذا الموسم، الأولى على الداخلية برباعية نظيفة بمنافسات الجولة 21، ثم فاز على التعدين بالنتيجة ذاتها في الجولة 28 للمسابقة، والثالثة في ربع نهائي كأس مصر على وادي دجلة، والرابعة في الدور نصف النهائي على سموحة ب4 أهداف دون رد، فيما فاز الأحمر بنتيجة 3-0 في 3 مباريات أمام طلائع الجيش والنصر للتعدين، بالإضافة إلى الفوز على الشرقية، وحقق الأهلي الفوز بسداسية مرة واحدة على الألومنيوم في الدور ال32. استعاد الأهلي بطولة كأس مصر بعد غياب 10 أعوام ليتوج بالكأس 36 في تاريخه بعد فوزه على المصري البورسعيدي ل7 مرة في تاريخه في نهائي كأس مصر، وذلك بعدما قلب تأخره أمام المصري إلى فوز قاتل بهدفين مقابل هدف خلال الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسبق أن حرم الأهلي نظيره البورسعيدي من لقب الكأس في النهائي في 6 مباريات سابقة قبل أن يجدد العقدة مرة أخرى في نهائي الكأس 7 بهدفي فتحي وعمر جمال ليرفع الفارق بينه وبين الزمالك أكبر وأقرب منافسيه ل11 بطولة في الكأس، ليغرد منفردا في صدارة المتوجين بعدما وصل رصيده من الألقاب ل133 لقبا. حافظ الأهلي على سجله خاليا من الهزائم في موسمه الحالي، وحسم 39 مباراة خلال الدوري والكأس والسوبر دون تلقي أي خسارة، مكررا ما فعله في موسم 2005-2006. وأصبح المدير الفني حسام البدري أول مدرب مصري بالتاريخ يتوج بكأس مصر والدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري والسوبر الأفريقي، ويعتبر هذا اللقب هو أول بطولة كأس مصر لجميع اللاعبين مع النادي الأهلي ومن ضمنهم قائد الفريق حسام غالي باستثناء الثنائي عماد متعب وحسام عاشور.
يعتبر اللاعب حسام عاشور هو الأكثر تتويجا بالألقاب على مستوى الأندية في تاريخ الكرة المصرية ل31 بطولة، منها 10 بطولات للدوري و8 سوبر مصري و5 دوري أبطال أفريقيا و5 سوبر أفريقي و3 كأس مصر وبطولة واحدة للكونفدرالية الأفريقية. كما عدل رقم هذه خشبة في عدد المباريات مع الأهلي ليزاحمه على لقب الأكثر مشاركة في تاريخ أصحاب الرداء الأحمر برصيد 448 مباراة. ويستمر المارد الأحمر ولاعبيه في تحقيق الأرقام القياسية والإنجازات التي عودونا عليها طوال 110 عام. بالعودة للأخبار من جديد، أكد سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالمستويات الكبيرة والتي قدمها مع الفريق في الموسم الماضي. وأضاف سمير أنه خرج من الموسم قبل الماضي بعدد مشاركات قليلة، وختام الموسم لم يكن بالشكل الأمثل، حيث خسر الفريق من الزمالك بثلاثية مقابل هدف في نهائي كأس مصر، ولم تكن الجماهير راضية عن مستوى الفريق. وشدد سمير على أن الموسم الماضي نجح دفاع الأهلي في تقديم مستويات كبيرة وأنهى الموسم بلا هزيمة محلية والتتويج بلقبي الدوري والكأس ومواصلة المنافسة على البطولة الأفريقية. وأوضح سعد سمير بأن رحيل أحمد حجازي كان له تأثيره على الفريق ولكنها خطوة مهمة وفي دور كبير، مشددا على أن الفريق في حاجة لدعم باللاعبين في خط الدفاع. انه مدافع من طراز هداف يا جدعان، من مواصفات خاصه سعد الدين سمير في الاونه الاخيره. بقول لك انا بعد كده هلعب. اكد مروان محسن مهاجم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي على ثقته في قدره المنتخب الوطني على الفوز على منتخب اوغندا في تصفيات كاس العالم والاقتراب من التاهل لمونديال روسيا 2018. وشدد مهاجم الأهلي على أن العناصر التي يضمها المنتخب لديها طموح كبير من أجل تحقيق أحلام الجماهير والتأهل للمونديال، ولكنه طالب بالدعم من الجماهير والتركيز على الإيجابيات وترك السلبيات. وطلب مروان محسن بضرورة عدم انتقاد المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر على اختياراته للمنتخب، موضحا أنه يختار القائمة الأنسب من وجهة نظره، لذا يجب دعمه من أجل تحقيق الهدف. فاز ناشئو النادي الأهلي لكرة القدم مواليد 2001 على فريق الناشئين بنادي دمياط مواليد 99 بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية والتي جمعتهما اليوم ضمن معسكر الفريق براس البر. ويقود فريق 2001 بالأهلي جهاز فني مكون من محمد شرف مديرا فنيا، وإسحاق أول مدرب عام، ومصطفى فتحي مدرب لحراس المرمى. استقر الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول على اصطحاب 27 لاعبا في رحلته إلى العاصمة الأوغندية كامبالا لمواجهة أوغندا يوم 31 أغسطس الجاري في الجولة الثالثة لتصفيات المونديال. ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب الأول عن أسماء اللاعبين الثلاثة المستبعدين من رحلة الفريق قبل السفر إلى أوغندا ب24 ساعة، على أن ينضموا لمعسكر الفريق عقب العودة من أوغندا استعدادا لمباراة العودة ببرج العرب يوم 5 سبتمبر. أعلن محمود فايز مدرب المنتخب الوطني موقف مهاجم المنتخب أحمد حسن كوكا لاعب سبورتينغ براغا البرتغالي من الانضمام لمعسكر المنتخب، سيتحدد بناء على التقرير الطبي للاعب. وأكد فايز أن الجهاز الفني للمنتخب في انتظار التقرير الطبي من الجانب البرتغالي لحسم مصير اللاعب من الانضمام للمعسكر استعدادا لمواجهة أوغندا نهاية الشهر الجاري،
وكان كوكا قد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه أمام الفريق الأيسلندي في الدوري الأوروبي. قررت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة فتح باب القيد الثاني للصفقات الجديدة بداية من غد الأربعاء وحتى يوم 7 سبتمبر المقبل قبل انطلاق الدوري الجديد ب 24 ساعة فقط. جدير بالذكر أن باب القيد الأول والخاص باللاعبين القدامى المستمرين مع فرقهم سيتم إغلاقه يوم الثلاثاء، حيث أن اتحاد الكرة مد فترة القيد الأولى من الخميس الماضي وحتى اليوم. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة بقيادة مؤمن سليمان قيد 17 لاعب في قائمته الأولية والتي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة من أجل خوض مباريات الموسم الجديد. اللاعبون المسجلون في القائمة الأولية هم محمود حمدي، أحمد مسعود، محمد كوكو، أحمد مودي، وأحمد سامي، رجب نبيل، عاصم سعيد، حسين الشحات، أحمد محسن، ومحمود وحيد، وأحمد عبد الظاهر، ومحمود حمادة، وعماد فتحي، وإريك تراوري، وباولين فوافي، ونانا بوكو، وجون أنتوي. فيما استقر الجهاز الفني على قيد هاني سعيد قائد الفريق في قائمته الثانية بعد أن قام اللاعب بتجديد عقده مؤخرا لمدة موسمين. أعلن نادي سموحة عن القائمة الأولى والتي تم إرسالها لاتحاد الكرة والتي ضمت 15 لاعبا من أجل المشاركة مع الفريق في الموسم الجديد والذي من المقرر انطلاقه في 8 من سبتمبر المقبل. وضمت القائمة كل من محمد أبو جبل، أحمد يحيى، محمود عزت، رجب بكار، ياسر إبراهيم، السيد فريد، أحمد نبيل منجا، أحمد حمص، أحمد تمساح، عمرو المنوفي، حسام حسن، إسلام سري، محمود عبد العزيز، إسلام جمال، المعال الطلائع، وبانو ديوارا. بينما سيتم قيد اللاعبين عمر سعد ومحمود السيد وأحمد مكي والهدي سليمان مع اللاعبين الجدد بعد تجديد عقودهم. كشف المدير الفني للمنتخب التونسي نبيل معلول عن قائمة اللاعبين لمواجهة الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم 2018، حيث ستقام المباراة الأولى من سبتمبر بتونس والمباراة الثانية في كينشاسا يوم 5 سبتمبر. ضمت القائمة ظهير أيسر الأهلي طبعا علي معلول، بالإضافة إلى البلبولي بن مصطفى، بن شريفية في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع البدوي نجاز، حمزة المكلوثي، وصيام بن يوسف العيفاء أيضا، ومرياح الزوادي، والحدادي، ومعلول. وفي خط الوسط ضمت القائمة ساسي، الشعلالي، بن عمر، قير العواضي، والبدري، وحمزة الجلاسي، وفي الهجوم فخر الدين بن يوسف، الخزري، والصرارفي، والمساكني، والسليتي، والخنيسي، وتوزغار. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري، مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي أهداف. أنا أنت
إلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى. يواجه الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة عاصم حماد فريق سبورتينج وديا في 10 مساء اليوم استعدادا لدوري المحترفين والذي ينطلق يوم 6 سبتمبر المقبل. تعاقد الأهلي مع عمر حجاج ومحمود زكي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بالموسم المقبل، بالإضافة أيضا إلى قيد خماسي مواليد 96 بقائمة الفريق الأول، وهم عبد الرحمن فيصل وهادي حميدو وأحمد هشام ومحمد عصام وعبد الحميد سيد. يستعد فريق الأهلي لكرة اليد سيدات بقوة من أجل الاحتفاظ بدرع الدوري وباقي الألقاب كما حدث في الموسم الماضي. للتعرف أكثر عن استعدادات الفريق الموسم الجديد نتابع. بالنسبة للإعداد، احنا دلوقتي بدأنا في الإعداد، عندنا إعداد بدني تمام، خلاص إن شاء الله بنخلص شغلنا في التراك، بعد كده بنطلع على الجيم، ثم بنخش طبعا ملعب الهاندبول. السنة دي طبعا احنا عندنا تعرف ان احنا الحمد لله حرزنا الأربع بطولات السنة اللي فاتت، وعشان تقدر تحافظ على القمة دايما محتاجة مجهود كبير. السنة دي ضم علينا عدد من فريق 98 اللي هو الصغير تمام، طلعناهم فوق على اساس يلعبوا في الدرجة الأولى. عندنا السنة دي في الدرجة الأولى في حوالي 2 بطلوا، طلعنا نطرحهم 2 من فريق الناشئين 98. الحمد لله احنا ماشيين دلوقتي بخطوه ثابته، الاعداد ماشيين اعداد قوي، لان انت عارف ان احنا هناخد الدوري وكاس مصر ومنطقه القاهره اعداد لبطوله افريقيا، لان بطوله افريقيا ان شاء الله بنسبه 90% هتبقى على ملعبنا ففي وسط جمهورنا ان شاء الله. فباذن الله ناويين ان شاء الله ان احنا باذن الله ربنا وفقنا وناخد بطوله ان شاء الله، لان البطوله بطوله افريقيا غايبه عن النادي الاهلي حوالي 35 سنه ما دخلتش النادي الاهلي. ده نعمل ماتشات وديه مع الفرق اللي هي الناشئين اللي هي مرتبط بتاعنا تمام. وبالنسبه للانديه ان شاء الله عندنا في ترتيبات انها هتبدا ان شاء الله من شهر 9 تمام، هنبدا هنعمل حوالي 4 ماتشات قبل بطوله الدوري، وثم هنطلع المعسكر، وبعد كده هنرجع تاني هنعمل حوالي ماتشين تمام خارجيين، ثم ان شاء الله هنكون هنخش على الدوري باذن الله. نروح ان شاء الله ان احنا باذن الله طبعا نحافظ على الاربع بطولات تمام، وافريقيا باذن الله. وزي ما انتوا عارفين ان السوبر كان غايب السنه اللي فاتت اللي قبلها، كان غايب عن النادي الاهلي ورجعناه تاني تمام، وإن شاء الله نرجع أفريقيا تاني بإذن الله. وبالعودة للأخبار من جديد، عبر مودي الجرحي لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بتجديد عقده مع النادي لمدة 4 مواسم جديدة، لافتا إلى أنه يتمنى أن يستمر في النادي حتى ختام مشواره. وأكد الجرحي أن تأخر الإعلان عن تجديد العقد جاء بسبب الرغبة في اختيار التوقيت المناسب، ولم تكن هناك أي خلافات بخصوص الأمور المالية أو مدة العقد، مشددا على أن علاقته بالنادي الأهلي أكبر من مثل هذه الأمور، خاصة أنه أحد أبناء النادي وتربى بين جدرانه منذ طفولته. وأشار الجرحي إلى أنه يعتز كثيرا بثقة الجهاز الفني
بقيادة طارق خيري ويعتبرها مسؤولية كبيرة، خاصة أن الفريق مقبل على تحديات كبيرة في الموسم الجديد ويسعى للفوز بكل البطولات، مطالبا الجماهير بالدعم والوقوف خلف الفريق. في خبر آخر، عقد أيمن عبد الحميد رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه اجتماع مع مدربي المناطق من أجل وضع اللمسات الأخيرة على خطة الاستعداد لبطولة البحر المتوسط والمقرر لها في الفترة من 14 وحتى 18 سبتمبر المقبل بالمغرب، بالإضافة إلى بطولة العالم والمقررة في الفترة من 23 وحتى 30 أكتوبر المقبل. حضر الاجتماع كل من محمد فتحي ومحمد إبراهيم سالم وخالد فضل وعثمان فتحي وسيد الفقي ومحمد عبد الرجال من المدربين وأشرف الجزار وسيد مصطفى ومدحت النجار من الإداريين. خسر منتخب مصر لسيدات كرة السلة من نظيره السنغالي بنتيجة 93-61 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة الأفريقية والتي تقام بمالي وتستمر حتى 24 من أغسطس الحالي بمشاركة 12 منتخب. كان الفراعنة قد فازوا على الكونغو الديمقراطية في أولى جولات البطولة وغينيا في المباراة الثانية، ثم الهزيمة أمام نيجيريا قبل خسارة اليوم. حرص اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي على زيارة مقر النادي بالشيخ زايد بصحبة طارق الدروي مدير مقر النادي بالشيخ زايد لتفقد الإنشاءات والأعمال الجارية هناك ومتابعة تركيب الأجهزة الخاصة بصالة الألعاب الرياضية. وأكد اللواء شيرين شمس أن الأعمال في فرع زايد تسير بمعدل سريع وتسبق برنامجها زمني، خاصة في الحديقة الجديدة بجوار حمام السباحة والذي انتهى 99% من أعمالها، ومن المنتظر أن يتم افتتاحها خلال عدة أيام قليلة. ومن المنتظر أيضا أن يعلن الأهلي عن افتتاح صالة الألعاب الرياضية والخاص في فرع زايد خلال الأيام القليلة المقبلة لخدمة الأعضاء وتلبية احتياجاتهم. فاصل قصير ونعود إلى جولة في الملاعب العالمية.